أشواط مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة، سباق الحلفة على أرضية هذا الميدان وهذا الدعم المستمر لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، ومع هذا السن القادم بكل قوة سن الفطامين نسير بالصدارة. نتابع البداية، هو كفو من قاد المجموعة محمد بن طهميمة بن كردوس العامري ياتي بناموس هذا الشوط، شاهين مع المركز الثاني، مسفر بن سالم بن مسفر بن قوبع المنصوري، ومع المركز الثالث الشبابي أحمد بن عبد الله بن مبارك بن كليثم الاكتبي يتقدم ينطلق على مستوى المركز الثاني. ثالث رابع الانطلاقات شاهين من ياتي على مستوى المركز الرابع بالشعار سلطان بن سيف بن معضد المشغوني، المركز الخامس تقدم في هذه اللحظات. تسلل المشاهدين متابعين الكرام بهذا الأداء المثير بهذه الانطلاقات المثيرة والرائعة. 421 نعود بالصدارة مشاهدينا متابعين الكرام، نتابع المقدمة والصدارة والبداية، وهناك أيضا شعار بن طهميمة من ينطلق بناموس هذا الشوط، كفو محمد بن طهميمة بن كردوس العامري، ولكن اللي وصل أيضا شعار الكيبالي مانع بن راشد بن سعيد الكيبالي يتقدم ينطلق يندفع بناموس هذا الشوط من الجانب الآخر، من الجانب بالآخر ارصد للتسلل التقدم والانطلاق الدنقلاوي لأحمد بن محمد بن سالم السبوسي من يتقدم بهذا الأداء المثير، قاد المجموعة الدنقلاوي ينطلق بناموس هذا الشوط ليهدي السلامات لأهالي الهباب. أحمد بن محمد بن سالم السبوسي من ياتي بناموس هذا الشوط ولحظات الوصول الى خط النهايه. المركز الثاني طايش لحمدان بن محمد بن سويلم العامري، وبقيه المراكز من حين لعب خط النهايه دقيقتين 12 ثانيه. تهانينا لمارك الدنقلاوي احمد بن محمد بن سالم السبوسي، تهانينا والناموس للجميع.